هل يجوز للنساء استعمال الأظافر المستعارة احتفالا بالعيد؟ على كل حال، يعني أنا أتفهم قول الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أتفهم الرغبة الفطرية عند النساء في التزين، هكذا خلقهن الله عز وجل، مع التقيد بالحلال والحرام في هذا الباب. ليس لها أن تتزين بوشم، لما ورد من لعن الواشمات والمستوشمات. ليس لها أن تتزين بالنمص، نتف شعر الحاجب، لما ورد من لعن النامصات والمتنمصات. ليس لها أن تتزين بتفليج أسنانها المتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله. فيما وراء ذلك الأصل أنه على أصل الحل، لكن يراعى يا أمة الله يعني عدة أمور. هذه الأظافر حائل يحول دون وصول الماء إلى جزء من أعضاء وضوئك، فإن كنت لابد فاعلة فلتعلم أنك لابد أن تزيليها قبل الوضوء، وستتوضين في اليوم 5 مرات، يتعين عليك أن تزيليها بعدد مرات الوضوء. رقم 3، ألا يتفاحش طولها، لأن الشرع وقت في الأظافر أن تبقى لمدة 40 يوم، ممكن تقصر كل 40 يوم، فأربعين يوم تمتد إلى طول معين. أما بعض النسوة تكون هذه الأظافر طويلة جدا، يعني كبعض مخالب الطيور أو نحوه، هذا لا يليق. لكن إذا كان الطول معقولا وتحرزت لطهارتك فأزلتيها قبل الوضوء، أرجو أن يكون الأمر على أصل الحل. وربما لو تجاهلت هذا بالكلية واستعطت عنهم الأظافر الطبيعية التي خلقها الله، ولو تركتيها تطول قليلا، إن معك لمدة 40 يوم، فأرجو أن لا حرج في هذا، ويكون هذا البديل أطيب وأرضى للرب جل جلاله. نحن لا نحرم ما أحد الله عز وجل، لكن نقول هذه هي الضوابط أو القواعد. إن أبيت إلا